افتتح في حي التل في حلب القديمة كاتدرائية السيدة أم المعونات للأرمن الكاثوليك بعد إعادة تأهيلها وترميمها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب بحضور فعاليات دينية وشعبية ورسمية. هذه رسالة إلى العالم كله أن الفارق بيننا وبين من أرسلوهم إلينا، هم يهدمون المساجد والكنائس والمصانع ويقتلون أقدس من خلقه الله وهو الإنسان، ونحن نعيد بناء المصانع والكنائس والمساجد لنقول أن المساجد والكنائس خادمة للإنسان لتخدمه في بناء ذاته ليبني أمته ووطنه. نحن اليوم نعود إلى هذه الكاتدرائية بعد أن عدنا إليها ألقها القديم، فهي دار عربية قديمة بما فيها من نقوش من عواميد ومن قبب وطوانات كما نقول قيمة جدا، فاليوم أصبحت أجمل مما كانت عليه، وتعد هذه الكاتدرائية من أجمل كنائس حلب. افتتاح هذا بشرع قلبنا وخطوة إضافية بعد الكنائس الأخرى التي صلحناها ورممناها وعدنا بناءها، هذه أيضا خطوة جديدة تثبت للعالم أجمع لأبنائنا الذين هم في الخارج أننا نحيا في هذه المدينة وننمو ونجدد ونعيد البناء، ونحن مصممون على البقاء والاستمرار. أعمال الترميم كانت بخبرات وأيد وطنية، حيث تمت إعادة بناء ما تهدم من الإيوان والأسقف والمدرسة الملحقة بها، مع الحفاظ على الطابع العمراني التاريخي والأثري والهندسي للكاتدرائية. الإبداعات الجديدة اللي عم تصير بالترميمات إن كان مدارس أو كنائس أو مساجد، لأنه كلياتهم هدول بيورجوا عن طبيعة السوري النشيط الجبار بقراراته والمنفذ لأعمال رائعة وإنشاءات بالثقافة والعلم والمعرفة وبالمحبة. هذا فرح للجميع، ليس لفئة معينة، لجميع الطوائف، والحمد لله. يعني عم تشوفوا أنتم المشاركة كبيرة والبناء جميل وعاد مثل ما كان وأفضل، الحمد لله. نقول لكل العالم شد ما خربتوا، نحن رح نرجع نبني ورح نستمر، هذه حياتنا. طبعا وجود الأولاد هو عبارة عن رمزية بأنهم هن الأمل المتجدد، الأمل الجديد اللي رح يبنوا سوريا بالمستقبل بالعلم وبالغناء وبالموسيقى وكل شيء حضاري. تخلل حفل الافتتاح تراتيل وأناشيد دينية قدمها كورال مدرسة الإيمان التابعة للكاتدرائية بقيادة شادي نجار.